ما لم تقله أمي. يعجبني دخولكم علي وفي أيديكم ما يشعرني باهتمامكم ولو كان بسيطا. ما لم تقله أمي. يحزنني انشغالكم بهواتفكم عني فلا تراعون جهلي بهذه الأمور وكأني طفلة بينكم لا أفقه شيئا. سبحان الله، ما أقسى قلوبكم علي في تلك اللحظات فلا تعيرونني أدنى انتباه. ما لم تقله أمي. يؤلمني وقوفي في المطبخ مع آلام ظهري وتيبس قدماي، فهل أصبحت خادمة لكم ولأطفالكم؟